كل التحية ليك يا كابتن اسلام من هنا من داخل غرفة خلع الملابس بلاعبي النادي الاهلي. كابتن رامي ربيعة، مباراة كبيرة اثبتت معدن لعيبة النادي الاهلي، مباراة بتحسم على التفاصيل صغيرة ولكن لعيبة النادي الاهلي دايما عند الميعاد. الحمد لله والله اللي احنا وعدنا الجمهور بيه وفيناه، لان انت كنت محطوط تحت ضغط جمهوري وده طبيعي على النادي الاهلي، ان هو الجمهور ليه حق عليك، ليه حق على اللعيبة. احنا الحمد لله قدرنا انه نوفي وعهدنا السنه اللي فاتت وقدرنا نحقق المكسب في مصر وعملنا جيم كويس قوي، قدرنا نقفل كويس وقدرنا نقفل على مفاتيح لعبهم، لان هم فرقه كويسه جدا، فرقه قويه بتعرف تلعب على الارض. وانت كمان لعبت كوره على الارض النهارده، يعني ما كنتش خايف في الماتش، بالعكس انت كنت واقف على رجلك. مبروك لجمهور النادي الاهلي ونوعدكم بالمزيد ان شاء الله، ولو في حد مقصر بحاجه ان شاء الله يحاول يدوس على نفسه ويغيرها ان شاء الله. في المؤتمر الصحفي قلت كلمه كبيره قوي، دور الكباتن اللعيبه الكبار الشناوي وليد سليمان احمد فتحي، مش ده دورهم بس، لا ده ايضا حسام عاشور وشريف اكرامي الموجودين، وهو ده اللي متعودين عليه دايما اولاد النادي الاهلي. لان انت متعود دايما كتيم النادي الاهلي ما فيش كابتن فرقه واحد، بالعكس كلنا واحد، انت عشان تاخد البطوله لازم كله يبقى على قلب رجل واحد، دي مش كلمه فعلا، النادي الاهلي عودنا على كده. يعني كابتن حسام عاشور وكابتن شريف اكرامي في مصر كلموا اللعيبه كلهم وبلغوا السلام ليهم وبلغوا اللعيبه الكبيره اللي هنا، يعني بقول مبروك ليهم ومبروك لينا ومبروك للنادي الاهلي ان شاء الله.